أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتواصلون في شرح مادة الأسبوع السادس من كتاب أصدقاء العربية الطور الثاني. إذن هدفنا اليوم أن نقوم بالتعريف عن أبرز المحتويات التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع. أذكر بأبرز المفاهيم التي تعلمناها في دروس هذه الوحدة: رياضة المشي ودرس في المكتبة. المفهوم الرئيسي كان التواصل communication. إذن نحن نحقق التواصل من خلال أمور مختلفة كالعمل الجماعي التعاوني، كالحديث مع بعضنا البعض من خلال استخدام مفردات أو اختيار كلمات وأنماط، وهو المفهوم ذي الصلة للتعبير عن شخصيتنا وثقافتنا. كما تعلمنا مرحبا، كيف حالك، ما هي هواياتك، وبعض من الأمور الأخرى. عبارة البحث والاستقصاء فهي: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبرا عن شخصيته وثقافته. أؤكد أن عبارة البحث والاستقصاء أخذت من المفاهيم التي ذكرتها قبل قليل. يتحقق التواصل من خلال النظر في الكتاب، من خلال النظر في المشاهد المرئية، من خلال العمل الجماعي التعاوني الذي تؤديه في الغرفة الصفية لتحقيق الأهداف المتوقعة من الدرس. من أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع هو أدوات الاستفهام. كما تلاحظ هناك أدوات استفهام كثيرة مثل ما، كيف، هل، ماذا، أين، وهي موضوعة أمامك. سنتعرف كيف ستكون إجابة كل أداة من أدوات الاستفهام. فعندما أقول هل، المراد بها الإجابة بنعم أو لا، فأقول هل تحب الشاي؟ ستجيب إما بنعم أو بلا. ماذا؟ ستجيب بإجابة معينة. فمثلا عندما أقول ماذا تريد من المكتبة؟ ستقول قراءة كتاب. ماذا فعلت في العطلة؟ ستقول زرت أصدقائي مثلا. أين؟ هي تدل على مكان، فعندما تقول أين تقضي وقت فراغك؟ قد تقول في البيت أو في النادي، وهي جميعها تدل على أسماء أماكن. كيف دائما تدل على الحال؟ كيف شربت العصير؟ ستقول باردا، ساخنا، أو إلى غير ذلك من إجابات. أما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو الهمزة. الهمزة المفتوحة وهمزة القطع، المفتوحة، المضمومة والمكسورة. إذا كانت في بداية الكلام ستكون قطع، وإذا كانت في الوسط. كما سنتحدث أيضا عن الهمزة المتطرفة إذا سبقت بألف، وهي مجموعة من القضايا الكتابية. فمثلا قد نقول همزتها مفتوحة سنكتبها مع فتحة، أما همزتها تحت الألف ومعها كسرة، أو همزتها أيضا فوق الألف ومعها ضم. ومن أبرز الموضوعات أيضا التي سنتحدث عنها هو تنوين الفتح. كما ترون هناك حروف تحمل التنوين على رأسها، وهناك حروف لا تستطيع وإنما تحتاج إلى عكازتها، وهي الألف. ألف تنوين الفتح كما نسميها. سنتعرف ما هي الحروف التي تحمل تنوين الفتح، وهي كما تلاحظ من خلال هذه الكلمات: التاء المربوطة والهمزة المسبوقة بألف. أما دون ذلك فهي تحتاج إلى ألف، ويوضع التنوين على الحرف الذي يسبق الألف مباشرة. أما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو المذكر والمؤنث. ما التغيير الذي سنقوم به إذا وضعنا فادي يريد أن يستعير، أو فادي مايا تريد أن تستعير؟ لاحظ أن هناك تغييرات بالفعل الأساسي، فالفعل قد يأخذ مذكرا وقد يأخذ مؤنثا. فنقول كتب للمذكر وكتبت للمؤنث، يكتب للمذكر وتكتب هي للمؤنث، وهذا ما سنقوم بالتدرب عليه أثناء الحصة. الموضوع الأخير الذي سنتحدث عنه هو الدرس الرابع في هذه الوحدة، وهو بعنوان أنا آسف. ما
الاعتذار شيء عظيم جدا نحبه إذا أخطأنا، لذلك سنقوم بقراءة هذا الدرس في المكتبة ثم التعرف إلى أبرز المعاني والمفردات الجديدة فيه وما الهدف المراد منه. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتحدث عنها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وحب.